هلا قدري اشي روحي اشو يعني انت مو متضايق ابدا اني انا عم اشتغل على الكاش؟ لا يا بنت جيران انسي سميحة، هي ما حبيتها مني طاول طاول طاول. ايش هالشغلة؟ الشغل مو عيب، بعدين انت بركي بدبي يعني اذا ما اشتغلتي تموتي من جوعي. بقى تموتي من جوعك ولا تشتغلي كاشير؟ على الكاش طبعا، بس ادري اهم شيء الله يخليك لا تجيب سيرة قدام ماما. ايه لا يا بنت جيراننا انسي سميحة، انت شايفتيني فاسودي لهالدرجة؟ هي ما حبيتها منك طاول ها؟ انا من ايمت كنت فاسودي ولقلوق وكولكجي ومسيح جوف؟ ها؟ يعني اكيد ما رح تحكي قدام ماما شيء؟ لك ان شاء الله اروح فرم تحت دويري بمترو دبي اذا بدي اقول لك كلمة. لك انت احلى قدري بالعالم بالعالم بالعالم. اشواد اشواد ايش كنت دربك العمى ما لك تاسس؟ سوري مان سوري. مش شي سوري مان سوري. امين شن ورا هي ايش تشكيلات؟ فلتت الصينية من ايدي شو صار يعني؟ دير بالك مرت الرخ الروحي دير بالك. خلص قدري اتركه هلا اتركه. خلص تركته كرمال خاطرك بس. اللي ايش شو؟ بكره بدك تيجي تحضر الكلاسيكو هون؟ ابو هون بدبي كمان في كلاسيكو؟ ايه طبعاً. عم تمزحي؟ لا انا بهي القصص ما بحب امزح، بعدين الكلاسيكو بكل انحاء العالم. ايه والله والله منكيف بكره. اوكي وهي ناخذها من هون ونطلع خالصين. ما بدها شيء. استاذ؟ نعم. ما عاد في اعلانات؟ نعم. ما عاد في اعلانات؟ لا في اعلانات، بس نحن عم ندور على الشيء اللي بيناسب امكانياتك. اه ايه يعني كيف يعني؟ يعني احنا عم ندور على الكيمياء المناسبه بينك وبين المنتج اللي بدنا نعلن عنه. صح، اهم شيء الكيمياء. ايه شو عم تخترعوا ذره انت؟ لا اصعب من الذره بكثير. على فكره استاذ انا كنت اشطر وحده بالصف بالكيمياء، حتى رفقاتي بتعرفوا شو كانوا عم يسموني. ميديا الكيميائيه. حلوه ما هي؟ جميله. شو؟ ضبطب البضاعة. هذا فضحتنا هو التليفون. تليفون عن سيميديا بعد اذنك. الو. طال عمرك، اهلا سم. نعم. اهلا. الله يسلمكم. الله يحفظكم. اهلا. نعم. نعم. الكلاسيكو. نعم، إلي الشرف احضرها معكم. نعم. حاضر سم، حاضر. أجواء عامة، أجواء عامة، وأنا كمان بحب الأجواء العامة. نعم. معقولة ساعتك تسألني مين مشجع؟ طبعا برشلونة. برشلونة بس والباقي خس. ريال مدريد. نعم نعم حاضر سم سم. الله معكم، الله يحفظكم، الله معكم. أهلا أهلا أهلا. أبو مشاري. مو معقول هالصدفة استاذ رشي. انا كمان بشجع فريق البرشلونه وكثير بحبوا لهذا اللاعب القصير النص نفاس. شو كان اسمه؟ ميسي. ايه ميسي. استاذ رشي انا بهني حالي على الكيمياء اللي بيني وبينك. كيف يعني ما في كيمياء بيناتكم؟ يعني باي مجال ما في كيمياء؟ بكل شيء. نحن بحياتنا ما اتفقنا على شيء. اذا قلت لها لبن ابيض بتقول اسود. انا بحب اليسا، هي بتحب هيفا. انا بحب الراب، هي بتحب الكانتري ميوزك. وانا بحب الشعر الطويل وهي بتحبه قصير. انا بحب نام على مخده واطيه وهي بتحب تنام على مخده عاليه. بس هذا الشيء طبيعي، يعني حلو الاختلاف، مو شرط تكونوا فوتوكوبي عن بعض. كوبي حلوه وحكايه الكوبي دي والله العظيم. اسمعني هلا، حاول تلاقي شيء بينك وبينه، يعني لازم تلاقوا قواسم مشتركة. حاولت بس ما لقيت لحد هلا ولا قاسم مشترك. إلا ما تلاقي، يعني بس لازم يصير تنازل من الطرفين. ومين اللي لازم يتنازل للثاني؟ هلا مو هم من دا يتنازل. سمعتي لازم حدا يتنازل. اتنازل أنت. وليش مو أنت اللي تتنازلي؟ أنا من يوم يومي بشجع ريال مدريد. وأنا من يوم يومي بشجع برشلونة. لحظة لحظة لحظة، هلا أنتوا عم تتخانقوا مشان ريال مدريد وبرشلونة؟ كلمة متخانقين قليلة، نحن وصلت بيناتنا للطلاق من ورا هالقصة. معلي اسمح لي، مو معقول مرتك شو وحدة عنيدة وراسها يابس، يعني حتى بيشجع هيك فريق مبهدل. سمعتي؟ أنا ما حدا دخله فيني، والله ما بترك برشلونة لو على قطع رقبتي. إيه الله يعينك شو عنيدة.
خلصي ولا بدك تشجع ريال مدريد ورجلك فوق رقبتك. ينصر دينك هذا الحكي الصح. انت مش لازم تبقي محضر خير ابدا، انت على الجزيره المباشر عدل. انت سمعنا. اسمعوا لا، انا ما بجي بالتهديد، اخواتي كلهم من جماعه برشلونه وقسما بالله اذا بيدروا لحتى يخلعوا رقبتك. انا اللي بدي اخلع رقبتك. الو مركز الاستشارات الاجتماعيه نور معك، من معي؟ مرحبا يا اختي. اهلين يا اختي. انا جوزي ضربي لان انا مشجع ريال مدريد. شو؟ وانت لسه ما اشتكيتي عليه للشرطه؟ بوشك على اقرب مركز شرطه قدمي فيه بلاغ بسرعه. بنت حلال مصفي. تخليك بشغلك. مالي حبيبتي، بسرعه على الشرطه. مسيو روجي اخوتك جاهزه، حطها على الطاوله. 28 ليك منيح اللي اجيت. سيف عندك اللقطه 26 تاخذها من هون، ها ال 27 كبس من تحت او من فوق، سيف براسك ال 25 يلا مثل ما بدك، بس لا تذكر، تذكر كل شيء. مسيو روجي، مسيو روجي تفضل. انت طول عمرك بتشجع ريال مدريد، شو اللي خلاك تقلب على برشلونه؟ مين قال لك اني قلبت؟ انا لساني بكره الارض بيمشوا عليها جماعه برشلونه. يا عيني عليك يا مسيو روجي. لك لك عن عزرائيل تعرفه؟ شو؟ بتمنى اشوفه ولا اشوف اي واحد بيشجع برشلونه. يا لطيف. لك عن حقيقة الاناكوندا بتعرفها؟ واو، هي شايفها فيلم، بتذكر لما نزلت وطلعت، نزلت وطلعت هيك بالبحر وبعدين اخذوا لك كلوز من تحت لفوق هيك كلوز ستريم. نعم نعم شايفه هذا الفيلم، هذا فيه قارب نعم. هي كثير حلو. ونهر ما نهر. واو. في وحدة هي ممثلة أجنبية بتمثل شبان اسمها هاي بين لوبيز. مونيكا لوبيز. مونيكا هاي أنا. شايفها كل أفلام حضرها هاي. شبها؟ هاي الأناكوندا. إيه. أنت سألتني عنها. أنا سألتك عنها؟ إيه. إيه إيه عم لك. أنا مستعد أعيش معها لهي الحالة 500 يوم بغرفة وحدها ولا أشوف ميسي أو هذا الثاني ديفيد. هي؟ هي؟ إيه لك. يا عيني عليك يا مسيو روجي. اساسا انا رضعت حب ريال مدريد منك. ايه صحيح. انا كل هالشيء مش عم يزعل ابو مشارك كل شو. كبير كبير يا مسيو روجي. حبيبي طول عمرك كبير. اكيد اليوم رجعتنا خلاص ما عاد بدنا نشتري. ها طيب اليوم منيح اللي جيت خدني على المشرق. حس حالي على بعض. كومار انت عندك هوايه بالفوتبول؟ اوف كورس ماما، انا في صوت فوتبول 50 متر جول. لك انا شو بدي فيك؟ اذا بتشوطها 50 متر ولا 50 متر؟ عم اسالك عن كلاسيكو تبع اسبانيا، بتعرف عنه شيء؟ ماما ماما انا في معلوم everything. Everything في معلوم، انت في سؤال انا في جواب. طيب اعطيني اسماء لاعبين برشلونه. برشلونه انا ممكن في بيرو داس تحت ترين، ممكن في بيرو ماس تحت رجلين فيل، ممكن بيرو كارت في فم تمساح، بس مو ممكن تكلم عن برشلونه. لكن ان شاء الله تروح داس تحت رجلين الديناصور. منيح هيك اللي لشوف شو خطط فريق برشلونه. خلاص خلاص ماما، انت ما في زعل، انا في تكلم لك ولعي ان شاء الله. احكي لشوف ماما. في فور نفر دفاع، في فايف اور سيكس نفر بسات، في تو نفر بسات بيصير هجوم، في ثري نفر بعد يسار بعد يمين بعد بساط بعد برفع يمين بعد برفع يسار بعد بيصير هجوم، بعدين في اثنين نفر. وقف وقف لشو؟ شو ها؟ على هالقصة صاروا 17 نفر بالفريق. نو نو ماما، سم 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 ثري نفر، بعد نفر يسار يرفع، بعد نفر يمين يرفع، بعد نفر بساط بيصير هجوم، سم سم ثري. مو الحق عليك، الحق على النفر الجدبة اللي سألتك. يلا خدني على الكافيه كويكلي. اوكي اورايت ماما. كومار فيري 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 جود درايفر، فيري جود درايفر. نانا الصراحة اللي قاعد يصير مو بطبيعي، أنت كم مدة الجلسة اللي تاخذينها حق المساج؟ 20 دقيقة. تقدرين تفهميني آخر جلسة أخذتي فيها ساعة ونص ليش؟ السبب إنه الزبونة منا عادية، هيدي زبونة سبيسيال. يا حبيبتي يا نانا، احنا مو متعودين هني نعامل كل الزباين معامله وحده، وشعارنا في المركز هني كل الزباين سواسيه كاسنان المشط. ايه بس انه شو قبل اتبسبسين لي ممكن تشرحيني الحاجه السبيسيال هذه اللي خلتك تاخذين ساعه ونص مع الزبونه؟
بصراحة كنا عم ندردش أنا وياها ومن حديث لحديث فتنا بحديث الرياضة والكلاسيكو. بحذري شو؟ طلعت بتشجع ريال مدريد مثلي. وكمان صارت الصدف إنه بتحب كريستيانو رونالدو. لا، تحب رونالدو تحب سامي الجابر، إحنا ما يخصنا في الموضوع. طيب بعتذر، أنا مش حتنعاد هيدا. ما بعرف يعني كيف قطع الوقت وقطع الحديث. إنزين، بس أتمنى يا نانا ما يتكرر هالشي. يلا تقدرين تكملين شغلك. أوكي. اي انسي ميديا، شو اعتمدتي؟ ليبتون احمر ولا ليبتون اخضر؟ ليبتون احمر ولا ليبتون اخضر، ما بعرف شو الاحسن. نصيحتي ليبتون الاخضر مشان الدايت. مزبوط، ليبتون اخضر مشان الدايت. هاي ميدو. هاي سموحه، كيف الوضع؟ كثير منيح. سموحه قليلي، انت رياليه ولا برشلونيه؟ لا رياليه ولا برشلونيه. هلا وقت عدم انحيازك انحازي شي مره. هلا هاتي من الاخر، ليش عم تسالي؟ بدي اعرف كل المعلومات عن فريق البرشلونه، يعني عدد اللاعبين، اسمائهم، الكابتن، الخطه تبعيتهم، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. انا اسماء الفريق الاسطوري محافظته لحتى احفظ لك اسماء فريق برشلونه. طيب خلينا نسال سائر. ايه نسال سائر. دقيقه شوي، تعي تعي شوي. تفضلي يا استاذ سميحه. ميديا عم تسال عن اسماء فريق برشلونه حافظهم؟ بصراحة نحن هون الستاف بينقسم نصين، عالم بتشجع ريال مدريد وعالم بتشجع برشلونة. أنا اليوم رح شجع برشلونة، بس بيني وبينك كل الفوتبول ما بحبه، بس مضطر شجع هيك مشان الزباين تنبسط، تشرب أكثر، تدفع تيبس أكثر. طيب أنت شو بتحب؟ أنا الجولف. شكرا زائر. العفو، أهلا وسهلا. سميحة؟ قليلي. خلينا نسأل نور. اصحك تسألي نور. نور بتحب فريق ريال مدريد اكثر ما بتحب خطيبة. اضحك اضحك اضحك، اسألي عن برشلونة. لك بكار طمني، ايش اخبار الكلاسيكو عنا بحلب؟ دي ايش عم تحكي؟ لا عم تمزح. ما صفيان ولا علم ولا نفيخة ولا زميرة. يامو 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 يامو، ايش قد نطف قلبي على ما اشوف الكلاسيكو عنا بحلب. لك يا خيو الله، الكلاسيكو بحلب احلى شيء بالدنيا كلها. ايش ده لك بكار؟ قصر بطلبية شراب اللوز اللي قلت لك عليها. الو، هاي بيبي. بيبي وينك تحضر الكلاسيكو؟ عند رفقاتي حياتي. يعني ما بدك تحضرها معي بالكافيه؟ صعبة شوي. وليش صعبة؟ حياتي لأنه أنت ريال وأنا برشا، إنه بدك مين يذكرك يعني؟ طيب بيبي، شو رأيك تصير ريالي مثلي؟ ضحكتيني وأنا عيان. يا حياتي يا حياتي، أنت البرشلوني البرشلونية مستحيل يغيروا مبادئهم. طب ليكي ليش ما انت بتصيري برشا؟ لا حبيبي، الرياليه مستحيل يغيروا قناعاتهم لو على قطع رقبتهم. طب بدنا نروق شوي هلا. ايه فينا نروق شوي، ما بدها هالقد القصه. خلص حبيبي، اساسا انا روحي رياضيه. خلص انت شجع اللي بدك اياه وانا بشجع اللي بدي اياه، المهم نحضر الكلاسيكو سوا. يا حياتي هلا اسمعي مني، بلا ما انا اقعد زرك لك وانت تزركي لي نقوم نزعل من بعض اخر شيء، خلي كل واحد يحضره لحاله، انت بتحضري مع رفقاتك وانا بحضره مع رفقاتي. طيب ماشي. باي يا برشلوني. باي. بس الاستاذ حسام بده يحضر معي الكلاسيكو. بتعرفي نور، صحيح انه بلا ذوق، قصدي انه جماعه برشلونه كلهم هيك. صح نانا، انا مو ما اسمح لك تتكلمين على برشلونه بهالطريقه. ليك يا حبيبتي، انت مديرتي بالبيوتي سنتر مش هون، هون بالبيت بحكي اللي بدي اياه انا. هي قولي اللي تبينه، لكن برشلونه تحديدا خط احمر، ولا الصراحه بضطر اني اغلط على الرياليين. لا حبيبتي، انت الساد ريال مدريد هي الخط احمر. بنات شو بكون؟ مو معقول عم تخلعوا على شقفه مباراه. مو معقول مو معقول، عن جد مو معقول. انا عايمه. ليان، انت بتعرفي اسماء لعيبه البرشلونه؟ هي طبعا، شو هالكلام؟ طيب في مجال بس هيك تعطيني لحظات من وقتك السمين؟
يلا نقليني. سجلي عندك. أول واحد ببدالك فيه ميسي لأنه أشهر واحد فيهم. ميسي مزبوط؟ وتشافي. شو ها؟ تشافي. تشافي. لا بالفي تشافي. تشافي. وهي وأنيستا أكيد ما بننسى. هي اسم بنت ولا صبي؟ لا صبي. أنيستا. وديفيد فيا. والله هذا اسمه حلو. عيبت؟ ايه كثير. ليكي طب شو اسم الجولار تبعهم؟ جولار؟ شو تقصدين حارس المرمى؟ اي حارس المرمى. فالديز. فالديز. اسمه فالديز. فالديز. طيب والمدرب تبعهم؟ المدرب حبيبتي يسمونه ملك الأناقة. أطلق عليه هذا اللقب لأنه وايد أنيق. أوكي واسمه غوارديولا. 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 صعب اسمه. يلا تبين شيء مني؟ لا مشكورة. باي. باي. شلون بدي أحفظهم هلا؟ غوارديولا على وزن دراكولا. شو أنت خلص طغي بيني. لولو؟ لولو حبيبي لا تزعلي مني، والله كنا عم نمزح معك. حبيبي ليان، نحن جماعة ريال بنحب نمزح كثير وقلبنا طيب. خلاص ما صار شيء. صحيح ليان، أنتوا ليه ما عندكم رابطة لمشجعي برشلونة؟ لا، ليش أنتوا الرياليين عندكم رابطة للمشجعين؟ حبيبتي هلا عم نأسس لأضخم رابطة، اسمها رابطة محبي ريال مدريد وكارهي برشلونة. واحذري من رئيس الرابطة. نو يعني خير. وسام ليش يشجع ريال مدريد؟ وسام؟ ايه وسام اكبر متعصب لريال مدريد بالعالم كله واكثر واحد بيحقد على البرشلونيين. بتعرفي بزماناته انعرض عليه عقد ب 20,000 دولار من شركة عالمية بالشارع ورفض العقد. احذري ليش؟ ليش؟ وليلا بس لانه اكتشف انه صاحب الشركه برشلوني عنده حقد مش طبيعي على جماعه برشلونه. يعني لو بصح له يشرب من دمهم ما بيقول لا. صبايا تعرفون صحيح اني انا يعني اشجع برشلونه لكن ريال مدريد فريق رائع. شكلي الصراحه بحول على ريال مدريد. نانا الصراحة الطريقة اللي قاعدة تتعاملين فيها ويا زباين أنا مو فاهمة تنهمول. إيه ما هي طريقة واحدة وبس. ذكريني بشعار المركز. كل الزبائن سواسية كأسنان المشط. كم مدة الجلسة مال المساج؟ 20 دقيقة. آخر زبونة كانت عندك تقدرين تفهميني ليش ما كملت 8 دقايق؟ بصراحة؟ طبعا بصراحة. ما تقطع لها زبونة. ليه؟ والسبب؟ قعدنا عم ندردش ومن حديث لحديث فتنا بحديث الرياضة والكلاسيكو وإذ بكتشف إنه متعصبة بطريقة فظيعة لبرشلونة. نانا من الآخر من الآخر إذا كنت تقدرين تتعاملين مع الزباين كلهم سواسية أهلا وسهلا. ما كنت تقدرين الصراحة أنا مضطرة أعتذر منك مكانك مو بهني. إيه أنا بلاقي لك حل. خلي حدا غيري يعمل مساج للي بيشجعوا برشلونة وأنا بعمل مساج للي بيشجعوا ريال مدريد. وإذا قلت لك ما أقدر؟ إيه وأنا كمان ما بقدر. ليش تكذب عليك؟ أنا كل ما أشوف حدا بيشجع هالقد برشلونة بعصب كتير. وايد زين عيال إحنا بنتم أصدقاء لكن الصراحة الشغل بيننا ما ينفع. تقدرين تسيرين قسم الحسابات تاخذين باقي حسابك. أوكي أنا أصلا من الأول هيدي فكرة المساج مش فايتة براسي. عن إذنك. الله وياك. مسيو روجيه طريق المكتب من هون. صحيح نفس الطاولة غير علي شوي المدخل. اهلا مسيو روجيه تفضل تفضل. لك شبك شو عامل بحالك؟ شو منسيان الكلاسيكو؟ ايه صحيح صحيح. طمني عنك كيف صرت؟ احسن احسن منيح لاخذتني على المشفى. ما معقول قديش لبقت لك التيشيرت قسما بالله رح تاكل منك شقفه. خلص هلا زيبها قلبي والله حاس حالي يعني كاني خاين. ليش معلم روجيه؟ شو بعرفني ما بدي بس انا مو متعود عليها ما بدي. بدك تطول بالك من شان ابو مشاري. ما هذا اللي كاسر اضاءتي ورجلي. يلا يلا
شيء. ما نتأخر على المباراة، يلا. أوكي. جبت التاكسي؟ طبعًا. شارطته؟ طبعًا. يلا قوم. أوكي. سربرايز بيبي، كيفك حبيبي؟ ايوه ورا قلبي لابس ريال كمان تاخذ العقل. لك انا ببيع برشلونه كلها كل مالك انا. ايه بدي انت ببيع انا ما ببيع. اه هيك صارت؟ مسيك لك. يلا سامعونا شباب؟ اشي روحي اشي بالجيران ناسي سميحة، وين باركين جماعة الاتحاد؟ اتحاد مين؟ هون ما في غير برشلونة وريال مدريد، يلا تعال احضر. ايش هالحكيات؟ يعني ما في هون الكلاسيكو تبع حلب بين الأهلي والحرية؟ أنت شو عم تحكي أدري؟ هون بدبي ما في غير الكلاسيكو ريال وبرشلونة، ما في كلاسيكو حلب، مو معقول بدبي بدك كلاسيكو حلب؟ ليه يا؟ ليش جماعة الاتحاد الحرية ما بسوا يعني؟ اسبان أحسن منهم؟ يا علي الحلال شوطة وحدة من محمد عفش أبوس روحه بتسوى ميسي ورونالدو فرضوا طريق على راسي انت وياهم بس هلا ريال وبرشلونه لا تحضر لا ما بدي احضر والله والله ما يدرى ابو عباي رئيس رابطه مشجعين نادي الاتحاد انه انا ما حضرت الكلاسيكو تبع حلب وحضرت الكلاسيكو تبع اسبانيا والله لا يزعل مني ميك ام فيري ماتش بوكو اهلاويه اهلاويه اهلاويه